أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بالمحامد كلها كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. له الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، وله الحمد كالذي يقول. وصلاة وسلام تامين دائما بدوام ملك الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، سيادي دليتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى سعيد بوجودي معكم في هذا البرنامج، في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم، في من برنامجكم يا رب. هذا البرنامج اللي كنوقفوا فيه مع مجموعة من الأدعية نشرحوها، وحنا في هذه السلسلة الجديدة مع أدعية من القرآن الكريم. اليوم غادي نوقفوا مع واحد الدعاء، ذكروا الله تبارك وتعالى على لسان أهل الكهف. الدعاء هو: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا الدعاء جاء في السياق ديال القصة ديال أصحاب الكهف التي وردت في سورة الكهف. كيقول سيدي مولاي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. القصة ديال هاد أهل الكهف واللي تسمت عليها سورة الكهف، واللي من السنة أننا نقراوها كل ليلة جمعة، أي بالخميس بالليل أولى الصباح ديال الجمعة، لما فيها من الأجر والثواب. هاد الناس هادو تسموا أهل الكهف، هما مجموعة من الشبان من الفتيان. سيد ربي كيبدا القصة ديالهم وكيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أتظن، كيقول واش كتظن بأن القصة ديال أصحاب الكهف العجيبة الغريبة اللي فيها أمور تدعو إلى يعني الوقوف أمام قدرة الله تبارك وتعالى وأمام القوة ديالو والنصرة ديالو للمؤمنين وأمام الحماية ديالو للمؤمنين؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الكهف هو المكان اللي كانوا فيه، والرقيم هو ذاك الكتاب اللي كانوا كيسطروا فيه، كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية. هذو الفتية هذو واحد مجموعة ديال الشباب كانوا كيعيشوا في البلاد ديالهم مع واحد الملك جبار طاغية كان يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويحارب كل من يدعو إلى عبادة الله. هاد الشبان هادو عرفوا الله تبارك وتعالى وآمنوا به، يعني كان شي نبي شي صالح دعاهم، فهو دعا هذا الجبار هذا الملك الطاغية دعا الناس إلى عبادة الأصنام. هاد الشباب ما سمعولوش، فجمعهم وسولهم علاش اختاريتو تعبدوا هذا الاله اللي كدعو عليه وما تعبدوش الاصنام اللي هذاك الشيء اللي دعيتكم انا تمشيو عليه؟ فقالوا له: شنو هو الدليل على هذا الشيء اللي كتقول؟ وتمسكوا بالدين ديالهم. فالله سبحانه وتعالى امرهم
بعد ما ان يعني ذاك الملك والناس اللي معاه واهل المدينه خوفا من الملك كلهم كانوا ضدهم. فالله الهمهم ان يعتزلوا قومهم. الهمهم سيدي ربي ويخرجوا ويبعدوا من ذاك المكان لانه ما يمكنش يعيشوا فيه. ويلي اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. فعلا هادو ذكرهم القرآن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إذا فالقصة هي هذه مجموعة من الشباب أعلنوا إسلامهم أعلنوا إيمانهم وقفوا ضد الملك ذاك الجبار وقفوا ضد القوم ديالهم اللي اختاروا ذاك الطريق. فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يعتزلوا قومهم فخرجوا في الطريق ومعهم واحد الكلب حتى وصلوا واحد الكهف دخلوا له باش يستارحوا. سلط عليهم الله النوم وذاك الكهف الموقع ديالو سبحان الله العظيم يعني واحد الموقع كان يعني كيوفر لهم وهما ناعسين يعني ذاك ما تستمر به الحياة. الشمس كدوز ولكن غير تتزاور بحال اللي كتزورهم باش كيدخل الشعاع ديالها باش كي ولكن ما كاينش ذاك الحر وكاين واحد الفجوه في الكهف كيدخل منها الهواء. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه واحد الفجوه. بقاو سلط عليهم الله النوم الرقاد النوم وربي سبحانه وتعالى كان كيقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الشمس كتدخل من كدوز الصباح من جهه اليمين والعشيه كتمشي من جهه اليسار فالضوء ديما داخل يعني الشعاع ديال الشمس ثم الهواء كيدخل ما كاينش الحراره ديال الشمس ما كتوصلهمش فهم مضلين ولكن الأشعة ديال الشمس كتدخل باش كتقوم بالدور ديالها باش ما تكونش ذاك ما تكونش ذاك النسبة ديال ليميديتي كما تيقولوا لأن البلاصة اللي ما كتضربهاش الشمس كتكون هاد النسبة قوية. ثم أيضا كاين الهواء كيدخل هذا أمر الله سبحانه وتعالى هو اللي يعني اصطفاهم واجتباهم واختارهم ودازوا لذاك. فلما هاد 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 داز واحد لمده سنوات قاموا استيقظوا من نومهم وحسوا بالجوع لانه داز واحد لمده وتسالوا بيناتهم شحال نعسنا كاين اللي قال نهار كاين اللي قال نص نهار كاين اللي قال نهار ونص. فاعطاو الدراهم دوك الفلوس اللي كانوا في اليوم وقالوا باش نمشيو للبلاد للمدينه اللي منين جاوا ويجيبوا شي ما ياكلوا. ولكن وصاو داك السيد قالوا له كل لبيب دويب اداب باش دوك الناس ما يعرفوش فين حنا باش ما يجيوش يتعداو علينا. فلما مشى داك السيد لوسط المدينه لقى الامر غير الامر لقى الناس لما شافوا هذاك السيد عطاو ديك الفلوس قالوا هاد الفلوس هادو ديال عهد واحد الملك وجد ذاك الناس ذاك القوم كلهم قد اصبحوا مؤمنين. بداو كيتجادبوا الحديث عرفوهم القصه ديالهم كانت غريبه كانت بقات كتعاود. رجع السيد بداك الفلوس ديالو دخل الكهف اخبر القوم ديالو اماتهم الله تبارك وتعالى. هذا فيه واحد الامر مهم جدا. اولا ان هاد الناس هادو استعانوا بالله تبارك وتعالى. لما دخلوا لذاك الكهف اش قالوا؟ كما حكى عليهم القرآن الكريم وهذا هو الشاهد عندنا هو الدعاء. ربي كيحكي كيقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف. هذوك الفتية دخلوا للكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لأن كان الوضع ديالهم صعب جدا. يرحمهم الله تبارك وتعالى ويثبتهم باش يبقاو على الايمان
ديالهم ويجعل لهم مخرج من ديك الوضعيه اللي هما فيها، لان هما خارجين هربانين بالدين ديالهم. والاخرين اي داك الملك الجبار ودوك الناس اللي معاه الجنود ديالو والناس اللي تابعينهم غير على حساب الدنيا، هادو كلهم غادي يكونوا ضدهم وغايجيو يقلبوا عليهم. فلهذا هزوا ايديهم قبل ما يسلط عليهم الله النوم، لما دخلوا للكهف اذا والفتيه اذا و، بمعنى دخلوا اوى الى يعني اوى واوى بمعنى دخل، وكيتسمى المأوى اي المكان الذي يسكن فيه الانسان او الذي يستقر فيه الانسان. اذا والفتيه الكهف دخلوا للكهف وهزوا ايديهم قالوا ربنا، اذا والفتيه الكهف فقالوا ربنا اتنا، ربنا اتنا اعطينا من عندك رحمه، نزل علينا واحد الرحمه السكينه باش تثبتنا تخليناش نتراجعوا على الدين ديالنا، وهيئ لنا هيئ لنا من هذا الامر اللي احنا فيه، الصعوبه اللي كنعيشوها، هذه الحاله اللي احنا فيها، القوم ديالنا كلهم كيعاديونا وحنا وحدنا اللي بقينا على الايمان وخرجنا وبعدنا هربنا بالدين ديالنا، هيئ لنا من امرنا رشدا. وطبعا كان 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 التهيئ ديال الله تبارك وتعالى، الامر ديال الله تبارك وتعالى هو انه سلط عليهم النوم هذيك المده كلها. اختلفوا الناس في هذه المده هذه، ولكن القران فيه 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 الفصل، قول الفصل في هذا في الامر ديال هاد الناس، وانهم توفاهم الله سنين عددا، يعني اللي كيقول 300 كاين اللي كيقول 309، ربهم اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل، ثم اللي كيقولوا هما واش 3 ولا 4 ولا 5، يعني سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض. اذا فعدد السنوات كاين اللي كيقول 300 كاين اللي كيقول 309، قل الله اعلم بما لبثوا، ثم العدد ديالهم واش هما 3 ومعاهم ذاك الكلب ديالهم قطمير، واش هما 4 ولا 5 وهذاك الكلب ديالهم هو السادس، واش هما 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي اعلم بعدتهم. المهم في هذا الشيء هذا كله هو ان هؤلاء الفتيه الذين آمنوا ويعني وبقوا تمسكين بالإيمان ديالهم ولم يرضوا أبدا، لأنهم دخلوا في حوار مع هذاك الملك الجبار، عيط عليهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا، مع هذاك الملك ومع الحاشية ديالو، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها ما نعبدوش. قالوا لهم علاش ما كتعبدوش الاصنام كما كنعبدوها؟ علاش داكشي اللي قلت لكم تعبدوا ما بغيتوش تعبدوا؟ علاش عبد؟ شكون هو المعبود ديالكم؟ قالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شططا. وهذا الامر هذا يحيلنا الى قضيه الاساس وهي مهمه جدا، هو ان المؤمن يقول الحق ولا يهم ان يرضى الناس، ولكن حين يقول الحق يقوله برفق وبلين. ففي القضيه ديال العباده الامر كله متفق، ما يمكنش شي واحد يجي يقول لنا نعبدوا الاصنام، ما كاينش، كلشي كيقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكن فيما يتعلق بالشعائر والشرائع كاين الناس اللي كيبغيو يبدلوا ويغيروا الحكم ديال سيدي ربي سبحانه وتعالى. المؤمن اللي كيوقف وكيثبت كيقول لك لا يمكن ان نغير حكم الله تبارك وتعالى الوارد في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما اجمعت عليه الامه، هذا راه داخل في هذا السياق، داخل في هذا السياق هذا، وانهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شططا، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين، فمن يظلم من افترى على الله كذبا. واذا اعتزلتموهم واذا اعتزلوهم ولما دخلوا قالوا هذاك الدعاء، واذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. لما دخلوا الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.